مشاهدينا نعود إليكم في الصالون الدولي للكتاب في الطبعة الخمسة والعشرين وفي يوم مميز جدا حيث 27 والعشرين من مارس والذي يوافق اليوم العالمي للمسرح وهو أبو الفنون والفن الأول والذي نقل ثقافة الشعوب إلى بعضها نستضيف اليوم الأستاذ دكتور أحسن ثليلاني مدير ثقافة لولاية عنابة والأستاذ الجامعي سابقا بولاية سكيكدا وهو صاحب كتاب الثورة الجزائرية في المسرح المصري وسنتعرف على التفاصيل مرحبا أستاذ أهلا وسهلا سعيد أن ألتقي بكم هذا المساء كما تفضلت في اليوم العالمي للمسرح 27 مارس في مثل هذا اليوم تضاء كل مسارح العالم بالشموع وبالانوار وتحتفي البشريه بهذا الفن الجميل، هذا الفن الذي مثل حياتنا وجسدها وشخصها وحملنا نحو الخيال نحو الجمال ونحو الابداع. جميل نتمنى أن يحملنا هذا الحوار نحن والمشاهدين نحو الجمال ونتمنى ألا يسدل ستار الإبداع والفنون في الجزائر أولا ندخل مباشرة أستاذ إلى صفحات كتاب الثورة الجزائرية في المسرح المصري السؤال الذي يطرح نفسه لماذا ركزت على المسرح المصري بينما تناولت الثقافة السورية والمغربية والتونسية وحتى الفرنسية الثورة الجزائرية في مسارحها والله هذه نعتبرها ممكن أنا بعد ما ألفت كتاب حول الثوره الثوره التحريريه في المسرح الجزائري وهو كتاب معروف ويعني الان يدرس في مختلف الجامعات الجزائريه وهو حقيقه كان عباره عن رساله ماجستير تاعي أنا مشيت نحو هذا الكتاب الثوره الجزائريه في المسرح العربي والمسرح المصري بالذات لان هذه المسرحيه اللي ندرسها في هذا الكتاب هي اضخم وأكبر مسرحية عربية على الإطلاق ألفها الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي وهي بعنوان مأساة جميلة وهي مسرحية نضالية لأنها كتبت خلال الطورة والطورة مشتعلة وهذه المسرحية عرضت عشية استقلال الجزائر في خمسة جويليه 1962 عرضت من قبل المسرح القومي المصري ومثلوا فيها لعبوا فيها عمالقه المسرح المصري على راسهم الفنانه سميحه ايوب والفنان الكبير عبد الله غيط وحمدي غيت وغيرهم لانها مسرحيه فيها اكثر من 30 شخصيه جسد فيها عبد الرحمن الشرقاوي مختلف تفاصيل الثوره الجزائريه أستاذ سمحني قاطعك أريد أن أستغل وجودك كأكاديمي معنا والسؤال حول الشاعرية في المسرح الجزائري فنجد مثلا في الحديث عن عبد الرحمن الشرقاوي هو مؤلف مسرحية الحسين ثائرا هو نعم, نعم في مسرحية الحسين ثائرا مثلا نجد كلمة الحسين لليزيد إن يقول إن هي إلا كلمة فقلها يقول إن الكلمة شرف الله هو الكلمة نعم, نعم هل يوجد في المسرح الجزائري مثل هذه الشاعرية؟ شوف عبد الرحمن الشرقاوي هذا هذا ظاهرة فريدة في الأدب العربي حتى النقاد يقولوا عليه هو الكاتب هو الكاتب الوحيد الذي كتب الذي كتب المسرح الشعري وليس الشعر المسرحي الشعر المسرحي نوجدوه عند شوقي ونوجدوه في الجزائر حتى عند عند محمد العيد الخليفه في مسرحيه بلال بن رباح ونوجدوه عند عز الدين ميهوبي ونوجدوه عند بكثير يحاولوا يكتبوا الشعر المسرحي وهو ذلك اللي يعني يسبق الشعر على المسرح الشرقاوي سبق المسرح على الشعر يعني المسرح الشعري تاعو مسرح حقيقي مسرح مملوء بالصراع مملوء بالحوار مملوء بالشخصيات المعقده والمركبه مملوء بالحبكه تتوفر فيه كل العنا ناصر الدراما اي دونك النقاد يقولوا ان عبد الرحمن الشرقاوي هو الكاتب الاول عربيا في مجال كتابه المسرحيه الشعريه اذا استاذ هذه المسرحية مثلا التي تناولتها في المذكرة المصر والتي نراها اليوم كتاب هذه المسرحية هل كانت سفيرة فعليا مؤثرة للجزائر عند الجمهور المصري؟ طبعا كانت مؤثرة لأنه مثل ما قلت لك أولا بالنسبة للوقت هي كتبت وقت الثورة وعرضت عند استقلال الجزائر وثاني وايضا لان لما تدرسها هي مسرحيه فيها 250 صفحه انا في اعتقادي وانا درس للمسرح هي اضخم مسرحيه عربيه تناولت الثوره الجزائريه على الاطلاق على الاطلاق وايضا من الناحيه الجماليه فهذه المسرحيه حققت الصدقين فيها الصدق التاريخي يعني كي تقراها توجد الكثير من التفاصيل حول الثوره الجزائريه وخاصه محاكمه جميله بحيرد وسجن جميله بحيرد ودور اللفيف الاجنبي في الثوره ودور الاستعمار الفرنسي والمظليين ومعركه الجزائر وغيرها من التف... والمحاكمات وجاك فيرجاس نوجدوه في هذه المسرحيه وغيرهم وتوجد ايضا الصدق الفني وهذا هو الاهم لان احنا الكاتب موش مؤرخ مش يوثق فقط للثورة لا, لا الإحساس الإحساس لازم ينقل الإحساس فأنت عندما تقرأ هذه المسرحية أنت تتأثر لأن الشرقاوي يكتبها بطريقة مؤثرة وبطريقة صادقة فيها تلك الشحنة العاطفية التي تعكس تجاوب العالم أجمع مع الثورة الجزائرية ليس فقط عربيا ولكن حتى عالميا في هذه النقطة بالذات أستاذ لما نشوف أنه التأثير هناك كان عربيا بالدرجة الأولى والسبب أنه التكافل العربي مع القضية الجزائرية بسبب الاشتراك في اللغة والدين الإسلامي نرى مثلا جون بول سارتر يكتب عارونا في الجزائر نرى مثلا جون, جون جيني, جيني يكتب كتب ستارات. ستارات. نعم الكتابة الفرنسية التي تؤرخ للثورة الجزائرية بحقائق تاريخية وليس بتزوير لصالح فرنسا أين نراها من, من الكتابات الجزائرية؟ شوف شوف الثورة الجزائرية يعني ثورة عظيمة فعلا وهذا مش كلام ديماغوجي لا توجد في العالم المعاصر ثورة أعظم من الثورة الجزائرية رغم أن المؤرخين يضيفوا معها الثورة الفيتنامية ولكن حقيقة أنا عرفت في هذا الكتاب بالمناسبة عرفت مصطلح الثورة خطر اليوم إحنا نسمعوا يقول لك الثورة التونسية والثورة المصرية هذه ليست ثورات هذه حركات إصلاحية لأن أنا فرقت ما بين الثورة وما بين الحركة الإصلاحية لما يكون هناك انتفاضة شعبية وما يكونش فيها العنف ما نسميوهاش ثورة الثورة من مميزاتها العنف والدم لا توجد ثورة بدون دماء الثورة الجزائرية ثورة تاع الصح لأن مليون ونص من الشهداء هناك معارك هناك طائرات تقصف هناك قتل هناك تشريد هناك دماء هناك فإذا هي ثوره حقيقيه أنا عرفت مصطلح الثوره وتعرضت لهذا المصطلح وفرقت بين الثوره والحركه الإصلاحيه باش بينت يعني عظمه ومكانه الثوره الجزائريه على المستوى العربي وايضا على المستوى العالمي لان هذه الثوره مثل ما قلت انت تاثرت في المسرح العربي، التونسي، المغربي، السوري، المصري، العراقي، مختلف البلدان العربيه تجاوبت مع الثوره الجزائريه بالاغاني، بالاناشيد، بالاشعار، بالروايات، بالمسرحيات وغير بالمسرحيات الاذاعيه وغيرها وايضا مثل ما قلت الاداب العالميه. ما من دوله الا وكتبت عن الثوره الجزائريه الانجليز كتبوا، الامريكان كتبوا، الصينيون كتبوا، الروس كتبوا آه، والفرنسيون كتبوا مثل ما ضربت انت مثال بجون بول سارتر عارنا في الجزائر، هناك مسرحيه شهيره وانا ان شاء الله بعد هذا الكتاب تاع الثوره الجزائريه في المسرح المصري أنا أنوي أن أؤلف كتابا حول الثورة الجزائرية في المسرح الفرنسي الآن رأوا عندي يعني المصادر والمراجع وهناك مسرحية فرنسية بعنوان لي بارافون باللغة العربية الستارات كتبها الكاتب الفرنسي الكبير جون جوني وهذا كاتب متمرد وحاصل على جائزة نوبل للأدب في 1968 كلفه الرئيس دوغول بأن يكتب مسرحية حول الثورة الجزائرية الهدف نتاعهم هما منها باش يتصالحوا مع الضمير تاعهم مع الجرائم اللي اقترفوها في أرض الجزائر يعني باش يقولوا وكأنه يعني خلاص رانا فعلا استعمرنا الجزائر ولكن اليوم الجزائر دولة مستقلة يعني وكأن رها الأوضاع راها نورمال وإذا بجون جيني عندما كتب المسرحية ساخرة من الجيش الفرنسي مش برك سخر منه ضحك عليه ويعني هناك مشاهد في المسرحيه وين وين احد الشخصيات يعني يضحك على قتيل جندي فرنسي قتيل مغطى بالعلم الفرنسي ويقول له هكذا لتشم هواء بلادك يا صديقي يعني الكلام نتاع السياسيين اللي يقولوا الجزائر هي هواء بلادنا يعني هاو يقول له النتيجه يعني هي اعتذر المقاطعه كيف كان رد فعل السلطه الفرنسيه تجاه هذه المسرحيه تقلبت فرنسا تقلبت النهار هذاك لما لعبت المسرحيه وحنا اليوم رانا في اليوم العالمي للمسرح باش نشوفوا يعني الدور تاع المسرح قام الجنرالات كانوا موجودين في القاعه اللي كانوا هنا في الجزائر احتجوا قاموا طلعوا للخشبه واوقفوا المسرحيه وطالبوا بقتل جون جوني فورا وهرب جون جوني فر هرب ولجأ الى وزير الداخليه و... ولجأ إلى وزير الثقافة وزير الثقافة النهار هذاك قال, لهم... قال لهم كلمة يعني بقات في التاريخ قال لهم ما نقدروش نهضروا معاه لانه لا نعرف نحن لا نعرف من اين يستمد الشعر وحيه هذا كلام اندري مالرو وزير الثقافه الفرنسيه في ذلك الوقت قال كيف تحاكمون كاتب داي نوبل داي جائزه نوبل كيف تحاكمونه لا هو هم احتجوا وراحوا للرئيس الرئيس قال اعتذر القصه ربما ستطول جدا ولكن اريد اغتنام فرصه هذا الحوار معك واتمنى ان يطول لساعات طبعا اريد اغتنام فرصه لملاحظه شيء انت كمسرحي نرى لغه الجسد، نرى الصوت العالي، نرى شخصيه الممثل المسرحي حاضره، ولكن لناخذك الى المدرج. الاستاذ الجامعي بولايه سكيكده، هل اخذ الطلبه الجامعيون بذلك المسرح هذه المعلومات ولماذا لا نرى هذا التاثير عليهم في اعمالهم؟ انا بالنسبه لطلباتي انا اعطيتهم كل شيء، واعطيت لهم المعلومات، وحني حتى في هذا الكتاب. في هذا الكتاب انا قدمت يعني تقدر نقول درس منهجي يعني نعلم الطلبه تاع الجامعه كيف نحلوا مسرحيه لان ما يعرفوش كيف نحلل الصراع ما هو الصراع كيف ندرس الصراع <applause> الجوهر الجوهره تاع المسرح المسرح مش كيما الشعر مش كيما الروايه مش كيما القصه المسرح سبيسيال الجوهر تاعو هو الصراع لا توجد مسرحيه بلا صراع المسرحيه انا نشبهها بالماتش تاع الفوتبول الماتش القاوي هذاك يعني لوين كيما الجزائر راح تلعب مع الكاميرون هذا ماتش مصيري هكذاك المسرحيه لازم يكون فيها قوتين متصارعتين وانت كمتفرج كتعود تتفرج يعود قلبك يضرب يعني يضرب يعني تتاثر انت تشوف اوديب مثلا مسرحيه اوديب تشوف اوديب ملك يجيه يجيه العرافين ويقولوا له ايها الملك انت سيقتلك ابنك سيخلق عندك ولد صغير ويقتلك ويتزوج ويتزوج امه وانت تبدا تتفرج في المسرحيه وتقول لا يمكن ان يحدث هذا ويبدا الصراع كله مبني على كيف ان الشخصيات تتحرك لابطال هذه هذه, هذه, هذه هذه النبوءه ولكن تلك النبوءه مع ذلك تتحقق فهل تجد الناس في المسرح في بريطانيا في المانيا في يعني في الدول المتقدمه المسرح المتقدم توجد الصراع يلعب دور وتخلي الناس تتجاوب حتى يعني لحمك تشوك انا نقول واحده من الضعف تاع المسرح العربي اليوم اليوم ومن المسرح الجزائري ضعف الصراع يقدم لك مسرحيه الصراع فيها ضعيف الشخصيات متفاهمين متخاوين هذا السبب هذا الصراع هو ربما يكون نتيجه لما يتعلق بحريه التعبير من جهه ونتيجه للانغلاق على الثقافه العربيه من جهه اخرى ولكن استاذ تمنيت لو ندخل في هذا الباب فهو لا الباب لا واسع نعلق جداً. نعلق نعم. نعلق هو الصراع هنا وش هو؟ هو أن الثورة الجزائرية بعد هي خلقت صراعها هي خلقت أدبها هي خلقت مسرحها لأنها ثورة عظيمة بالنضال وبالصراع وجميلة وب... بحيرة فتاة في عمرها 19 سنة ويحكموا عليها بالإعدام يا والعالم تقلب هذاك الوقت على بالك لما حكم على جميلة بحيرة بالإعدام العالم العالم كله هو تقلب فهذه المسرحية وهي تتكلم عن جميلة بحيرة ديجا الصراع فيها كبير بزاف ثم الشخصيات ثم الحوار إذن لذلك أنا نقول واحد الفكره الناس ما الثوره الجزائريه خلقت ثقافتها خلقت ادبها خلقت فكره هي خلقت الادب نتاعها لا لكن لذلك لما دات الجزائر الاستقلال في 62 لما دينا الاستقلال على بالك الادباء سكتوا عادوا ما يلقاوش واش يقولوا لان مصدر الالهام ما كانش سكت زكريا سكت محمد عيد الخليفه سكت الروائيون سكت حتى بعد وين جابوا مدين وعمل الاشتراكيه وتحركت شويه الحاله عاد وين تحرك المجتمع استاذ أعذرا على المقاطعه لانه الوقت وانا اعتذر جدا اتمنى لو يستمر الحوار لساعات كما اخبرتك فونت نتمنى أن يشاهد المشاهدون هذه المسرحية ويشاهدون المسرحية التي أرخت للثورة الجزائرية وبهذا نشكر جدا نشكرك أستاذ مرة أخرى على هذا الحضور نشكرك على هذا الإنجاز الأكاديمي ونتمنى أن يخرج الإنجاز الأكاديمي القادم مجددا إلى الشاشة إلى كم... إلى الشارع وإلى القارئ كما وعدتنا أستاذ كلمة أخيرة نختم بهذا اللقاء والله كلمة أخيرة هي ننتهز يعني هذا اليوم العالمي للمسرح باش يعني نشكر المسرح الجزائري ويعني رجال المسرح الجزائري وهم كبار يعني علوله كاكي سونيا انا استحضر اليوم الكثير من شهداء المسرح رويشد كثير من شهداء المسرح علوله عز الدين مجوبي واليوم ثاني الشباب اللي راهم يخدموا في المسرح ويخلقوا هذه الحركه المسرحيه في مختلف ولايات الوطن فهو يوم ايضا لاننا نصافحوا رجال المسرح في الجزائر ونخليهم يعني ان شاء الله يزيدوا يخدموا ويبدعوا ويحاولوا انهم يقدموا لنا مسرح يعني يتناول العمق نتاع المجتمع لان من شان هذا المسرح انه يوعي، من شانه انه يربي، من شانه انه يقدم ويطور، ومن شانه انه يرقق السلوك، لان المسرح هو ارقى الفنون وهو فن المدينه بامتياز. ان شاء الله، اذا استاذ شكرا جزيلا مشاهدينا نلتقي ان شاء الله في لقاء اخر هنا في صالون الدولي للكتاب في طبعته الخامسه والعشرين، نلتقي ان شاء الله في موضوعات اخرى ونذكر بانه اليوم 27 من مارس اليوم العادي. للمسرح اذا دمتم بخير سلام